خوان بادروس من مواليد برشلونة هو أحد مؤسسي ريال مدريد وأول رئيس رسمي للنادي، وقد أسس إلى جانب أخيه كارلوس وأعضاء قدماء في فوتبول كلوب سكاي في السادس من شهر مارس 1902 نادي مدريد فوتبول كلوب بذرة نادي ريال مدريد. وعاش خوان بادروس من أجل كرة القدم، وترأس الاتحاد الإسباني لأندية كرة القدم، وكان حجر أساسيا في إنشاء الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. وأطلق الإخوان بادروس بطولة وطنية بين الأندية، مسابقة مدريد، في مايو عام 1903، وشكلت تلك المسابقة حجر الأساس لبطولة إسبانيا التي شكلت بدورها سابقة لبطولة كأس الملك، وكان ذلك ذات أهمية كبيرة بالنسبة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية على حد السواء. وأحرز الفريق الأبيض تحت ولايته أول لقب رسمي له في عام 1903، وتوالت بعد تلك البطولة الإقليمية إعداد كبير من الألقاب الوطنية والدولية،